مصر تؤكد أن أي مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين. شهداء وجرحى في مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء لنحو 28 ألف منذ 7 أكتوبر. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب في أحد مستشفيات الضفة الغربية، وتطالب الاحتلال باحترام القانون الدولي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدت مصر أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات إلى غزة كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع. وأضاف البيان أن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إلا أن قصف إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر ل4 مرات حالة دون دخول المساعدات. وأكد البيان أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش. أضاف البيان أيضا أن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب، وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر. وأشار البيان إلى أن الحل الوحيد للأوضاع هنا يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن أي محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل. We'll be right back.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تبنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منهجا مؤيدا لإسرائيل تمثل في ضمان التفوق العسكري لجيش الاحتلال بصفقات أسلحة وطائرات وسفن حربية. كما استغلت واشنطن حق الفيتو داخل مجلس الأمن لعرقلة قرار وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة، مما فجر مظاهرات الغضب الأمريكي ضد سياسة بايدن وانعكاس ذلك سلبا على شعبيته. العسكري الباهظ واستغلال ورقة الفيتو لعرقلة أي قرار سياسي عادل، تبنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي منهجا مؤيدا لإسرائيل. فلم تتردد واشنطن في ضمان التفوق العسكري لجيش الاحتلال بصفقات أسلحة وطائرات وسفن حربية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تزويد إسرائيل بخلية من قوات العمليات الخاصة التي بدأت بالفعل بمساعدة الاحتلال في عمليات الاستخبارات والتخطيط العسكري. إدارة بايدن رفعت شعار تحويل مسار حاملة الطائرات الهجومية أيزنهاور للإبحار باتجاه إسرائيل بطاقمها المكون من 5000 فرد، لتعد هذه القطعة البحرية الأحدث والأكثر تقدماً والكبرى من بين مسيلاتها في العالم. حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل حطم رقماً قياسياً منذ عام 1948 لتمكن تلك المساعدات الاحتلال من امتلاك التكنولوجيات العسكرية الضخمة مثل مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية F-35، وأسهمت الولايات المتحدة في تطوير منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية المعروفة بالقبة الحديدية بتمويل ناهز 1.3 مليار دولار. ولم يشبع الاحتلال الإسرائيلي بكميات الأسلحة المتدفقة إلى ترسانته العسكرية من واشنطن، بل اشتعلت شهوته في مواصلة العدوان على الأراضي المحتلة باستغلال حق الفيتو داخل مجلس الأمن، حيث استخدمته إدارة بايدن ليفشل المجتمع الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وليستمر شلال الدم والدمار في الاجتياح والقضاء على كل مظاهر الحياة للفلسطينيين. وكان أسلوب بايدن في التعاطي مع الأزمة كفيلاً بتحريك مسيرات الغضب والاحتجاج في شوارع المدن الأمريكية، رفضاً لحزمة المواقف والإجراءات التي اتخذتها إدارته الديمقراطية لمساندة إسرائيل ومضاعفة معاناة ملايين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة المتصاعدة. الآلاف من المتظاهرين انطلقوا يطالبون بوقف القصف والعمليات البرية في غزة وإنهاء الدعم المطلق لإسرائيل، واعتبروها قضية سياسية خطيرة تهدد مستقبل الرئيس الأمريكي في سباق الانتخابات الرئاسية 2024، تزامناً مع تراجع شعبية بايدن إلى أكثر المستويات تدنياً منذ توليه السلطة، ليحظى بتأييد 34% فيما يتعلق بأدائه في الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية. أعلن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى هجر أرضهم. وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية مسؤولية تداعيات تلك الخطة. وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المدنيين في رفح بقطاع غزة يحتاجون إلى الحماية. أشار المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قصري أو جماعي. طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جيش الاحتلال وضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس. في غضون ذلك، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين. كما حذرت الوكالة من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال ووسط قطاع غزة بسبب نقص الغذاء.
استشهد 9 مواطنين وأصيب 11 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول جثامين 9 شهداء بالإضافة إلى 11 جريحا إلى مستشفى الأهلي العربي المعمداني إثر استهدافهم برصاص قناصة الاحتلال جنوب غرب غزة. هذا وقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 27,947 شهيدا و67,459 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط كشفت عمق الخلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن زيارة بلينكن أظهرت انعدام ثقة الإدارة الأمريكية وقلة صبر واشنطن تجاه نتنياهو. غزة اتدمرت، ما قالش حاجة. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب القطاع. كانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الفترة الماضية قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصل في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله وأدى إلى أضرار مادية في المبنى. أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحذيرا قبل أيام مؤكدة أن حياة الجرحى في المستشفى بخطر، وذلك جراء نفاد الأكسجين بشكل كامل منذ أيام وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم. دعا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا إلى أهمية توفير الحماية المطلقة لمستشفيات خان يونس الواقعة جنوبي القطاع. حذر مهنا في الوقت نفسه من عواقب انهيار القطاع الصحي بشكل كامل في غزة مع خروج مستشفيات محافظة خان يونس عن الخدمة جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني. دعت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إلى أن عدم التصعيد في مدينة رفح الفلسطينية في ظل وجود أكثر من 600,000 نازح فيها. وأضافت المديرة التنفيذية لليونيسف أن تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولا مدمرا آخر في الحرب، مما قد يؤدي بحياة الآلاف من المدنيين. قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة آن سكيلتون إن إسرائيل تنتهك حقوق الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير وعلى مستوى نادر لم يشاهد مثله في التاريخ الحديث. وأضافت سكيلتون أنه لا يوجد طفل في غزة خال من الخوف والألم والجوع في ظل الحرب الدائرة. وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن ما لا يقل عن 17,000 طفل أصبحوا منفصلين عن والدهم، وأصبح كل الأطفال البالغ عددهم 1,200,000 بحاجة إلى المساعدة للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والاهتمام والعمل من جانب المجتمع الدولي. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أكثر من 500,000 طالب وطالبة خارج المدارس في غزة. أضافت أونروا أن أطفال غزة ينتظرون مستقبلا صعبا وأن الخسائر في صفوفهم مأساوية عقب 4 أشهر من الحرب الوحشية. كما أشارت إلى أن استمرار الحرب يعمق الأزمات في قطاع غزة، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لا يزال القصف مستمرا والشهداء الفلسطينيون في ازدياد وعائلات بأكملها تختفي من الحياة، ومن يبقى لا يجد المأوى والمأكل ولا شيء من أساسيات الحياة. إنها غزة
التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي لليوم 26 بعد المئة. ففي وسط وشمال قطاع غزة تبدو الأوضاع شديدة القسوة فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية. الأهالي في تلك المناطق لا يأكلون الطعام المعروف في أبسط صورة مثل الدقيق والخبز، لكن يأكلون الأعشاب التي تنبت في الشوارع بسبب الأمطار التي هطلت مؤخرا على القطاع. كما أن الأطفال والنساء يمثلون النسبة الأكبر من قرابة 28,000 شخص استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي. مع نزوح 1,000,000 من سكان غزة من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي بحثا عن ملاذ آمن في مدينة رفح، انتقلت 5 عائلات إلى مزرعة للدواجن يعيشون بين جدرانها الخرسانية الطويلة، ويحولون أقفاص البطاريات إلى أسرة بطابقين. اليوم إحنا عايشين في مكان وأهل الحيوانات، الحيوانات تعيش فيه، بس للأسف إحنا زلنا لمستوى إنه أقل من الحيوانات. في مكان زي هذا الحيوانات بتكون موجودة، في ناس تعتني فيها، تطعميها، تأكلها، تشربها، بس إحنا للأسف زلنا لأدنى مستوى إنه ما حد مهتم فينا، أدنى مستوى من الحياة اللي الحيوانات بتعيشها. ولكن مع مرور الوقت تعين على أفراد تلك الأسرة أن يتقبلوا الأمر الواقع ويرضوا بأن تكون هذه المزرعة منزلهم لفترة أطول. اضطرينا نيجي هنا لأنه إحنا عائلة كبيرة، 27 نفر، 4 عائلات 5 عائلات. بعد ما طلعنا من الشيخ رضوان تقلنا على الزوايدة بسبب القصف، دورنا مكان تاني ما لقيناش. هذا هو حال أهالي غزة للشهر الرابع، سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب، من خان يونس وصولا إلى رفح المتكدسة بالسكان. فالقصف لا يتوقف، والأهالي يفقدون أحباءهم متبقين واحدا بعد الآخر. حذر خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل خارج نطاق القضاء لثلاثة رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولفت الخبراء إلى أنه من خلال التنكر في صورة أفراد طبيين ومدنيين ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا للوهلة الأولى جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهو أمر محظور في جميع الظروف. وأكد الخبراء أن إسرائيل مطالبة دائما باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وشدد الخبراء على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي. أعلن حزب الله اللبناني استهداف ثكنة تابعة للجيش الإسرائيلي بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا، ويأتي ذلك ضمن 8 عمليات نفذها الحزب تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية اليوم، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع البغداد العسكري في الشمال الإسرائيلي. كما استهدف الحزب أيضا التجهيزات التقنية وكاميرات المراقبة وأجهزة التنصت بموقعين إسرائيليين متاخمين للحدود اللبنانية الإسرائيلية. في المقابل شن الجيش الإسرائيلي العديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي على عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني. أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. يأتي ذلك فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن الهجوم استهدف مطار المزة العسكري في ريف دمشق. صرح المتحدث باسم منظمة يونيسف جيمس ألدر أن السودان تشهد أكبر نزوح للأطفال في العالم منذ بداية الحرب قبل 300 يوم. أشار جيمس ألدر إلى أنه تم تهجير ما يقرب من 4 ملايين طفل بمعدل 13,000 طفل نازح يوميا على مدى أيام الحرب، وأصبح أفراد الأسرة منفصلين أو مفقودين.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا وأوكرانيا سوف تتوصلان عاجلا أو آجلا لاتفاق. وخلال مقابلة صحفية أكد بوتين أن لدى الدول الغربية خيارات حول كيفية اعترافها بالسيطرة الروسية على المناطق الجديدة. وأضاف بوتين أن روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا عام 2023 رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل الغرب الذي أدرك مؤخرا أنه لا يمكن هزيمة روسيا. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص القيادة السياسية والحكومة على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر. وقد جاء ذلك خلال استعراض مدبولي تقريرا مفصلا أعدته الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية حول جهود الهيئة لتوطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية. حيث أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتعظيم جهود الحكومة لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها وسرعة معالجة أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لجميع الشكاوى والطلبات في ظل التحديات الراهنة، وذلك لتخفيف المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. وأكد مدبولي ضرورة إعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلاغات وشكاوى الطوارئ لسرعة معالجتها حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، فضلا عن الاستجابة للبلاغات والشكاوى المرتبطة بمحاولات التلاعب بأسعار وجودة السلع والمنتجات الغذائية وغيرها، بتنفيذ الحملات اللازمة لإنفاذ القانون. جهود متواصلة تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن بجميع محافظات مصر من خلال تطوير المستشفيات والمراكز الطبية والمبادرات الصحية المجانية. أقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية بمناسبة الوصول للرقم 25,000 في إجراء العملية الجراحية للمواطنين. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفلت مؤسسات صناع الخير أحد أعضاء التحالف بإجراء العملية الجراحية رقم 25,000 للمواطنين، وذلك ضمن فعاليات إجراء أكبر عدد لعمليات جراحات عيون في يوم واحد. إحنا فخورين إن إحنا بنحتفل بوصول أعداد المستفيدين من إجراء العمليات الجراحية في مبادرة عينيك في عينينا إلى 25,000 مستفيد على مستوى الجمهورية. الرقم ده الحقيقة بالنسبة لنا مش مجرد رقم، ده بيمثل رحلة نجاح ورحلة كفاح الحقيقة ورحلة تعب إن احنا نقدم ونحقق معادلة صعبة، نقدم خدمات طبية متكاملة ذات جودة لأهالينا في كل شبر تقريبا في أرض مصر وبالمجان تماما في مجال الحد من مسببات العمى. نحتفل بالعملية رقم 25,000 في محاربة مسببات العمى. في صناع الخير الحمد لله مبادرة شغالين عليها بقالنا فترة كبيرة اسمها عينيك في عينينا، ديت برعاية مجلس الوزراء. القوافل بننزل القرى الأكثر احتياجا في مراكز حياة كريمة في المحافظة، بننزل للأهالي هناك في أماكن تجمعاتهم في القرى بدل ما هم يروحوا المستشفيات احنا بنروح لحد عندهم هناك، بننزل نكشف على الناس، بنبدأ أولا الكشف الطبي، لو حد محتاج علاج بنصرفه له مجانا، لحد محتاج نظارات بنصرفها له مجانا. اطلقنا المبادره وكان هدفنا ان احنا ان شاء الله نصل في 6 سنوات للكشف وفحص واطمئنان مليون مواطن مصري من كل محافظه الجمهوريه. استهدفنا في هذه المبادره 2000 قافله طبيه خدمت اكثر من 3000 قريه وعزب ونجع وتابع. النهارده بنحتفل باجراء العمليه 25,000
من العمليات الحمد لله اللي تم الفحص لأهالينا المستحقين لهذه العمليات. بنقدم خدمة طبية لجميع فئات المجتمع، وبنقدم هنا جميع العمليات مثل عمليات المية البيضاء وعمليات الشبكية وعمليات التجميل وعمليات الحول. دي الخدمات المقدمة عندنا في المركز عندنا هنا، وجميع الفحوصات مثلا عندنا إشاعات والسيتي، عندنا مجال إبصار، عندنا مقطعية، عندنا مقاس عدسة، عندنا بنتكام. دي جميع الخدمات الطبية الموجودة عندي هنا في المركز. الاحتفالية تضمنت توعية المواطنين للحد من مسببات العمى، وفي إطار تقديم خدمات طبية نوعية متكاملة ذات جودة في مختلف التخصصات ومن بينها مجال العيون. بنعمل حملات توعية للمرضى خلال اللي احنا بنفهمهم ازاي يقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعية، بس بشكل يعني نحافظ اكتر ان احنا ما نعملش اي مشكله في عينينا لا قدر الله. جم عندنا في القرى وكشفوا على اعداد مهوله بجد، اعداد مهوله، وطلعوا حاجات وصرفوا علاج للناس اللي تعبانه، وبيعملوا حاجات وبيعملوا عمليات. ادينا جايين نعملوا عمليه النهارده. الحمد لله والله ما خلونا نعمل اي حاجه، يعني جابوا لنا قطرة ونظارات وكل المشروع، الله يديهم الصحة والله. في الحلاقة جابوا كل اللي عايزينه، علاج ببلاش وده ببلاش وكل حاجة. عمل متواصل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية من خلال إتاحة الخدمات الطبية والعمل على تكفيف منابع الإعاقة البصرية، وذلك عبر إجراء عمليات جراحية وتنظيم قوافل طبية تجوب القرى والمحافظات. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في نسخته 13 بمعبد الأقصر، ويحتفي المهرجان بمئوية الفنان الكبير فؤاد المهندس باعتباره من أهم علامات الكوميديا في صناعة السينما. كما يحتفي المهرجان بمرور 50 عاما على تأسيس صناعة السينما في مالي، الدولة الضيف الشرف لهذه الدورة. هذا وقد قام الحضور بالانطلاق في رحلة نيلية إلى معبد الأقصر حيث يقام حفل الافتتاح. وتأسس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عام 2012 بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة لإتاحة شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الإفريقية في جميع أنواع الأفلام ومساعدة الفيلم الإفريقي للنفاذ عالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. Thank you.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مصر تؤكد أن أي مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين. شهداء وجرحى في مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء لنحو 28 ألفاً منذ 7 أكتوبر. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب في أحد مستشفيات الضفة الغربية، وتطالب الاحتلال باحترام القانون الدولي. انتهت نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة مازال مستمرا مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير، وأهلا بيك. مساء الخير يا ريهام، مساء الخير يا سارة، أهلا بيكم وأهلا بكل صناع نشرة التاسعة. أكيد النهاردة عندك موضوعات يعني في الويك أند دايما، بس أعتقد أن في موضوعات مهمة جدا فرض نفسها على الساحة. طبعا الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسرائيلي الخطير واللي بيزيد الحقيقة بشكل كبير جدا، وموقف مصر الواضح والثابت جدا من كل ما يحدث طبعا في قطاع غزة. بالظبط كده، صحيح. يمكن القضية بالنسبة لنا قضيتنا ومن البداية، وحتى الشارع المصري والشعب المصري رأيه ثابت وواضح، زي ما في للدولة وللحكومة رأي ثابت من أول يوم في العدوان منذ 7 أكتوبر. كمان الشارع المصري الحقيقة أنه يعني كان وما زال داعم بشكل كبير لإخواتنا في فلسطين، ورافض لكل ما يحدث من تهجير قسري لهؤلاء الفلسطينيين، للتجويع وما يحدث في رفح الآن. الحقيقة يعني أكيد هنتناول هذه القضية وقضايا أخرى عديدة، ويمكن حديث برضو عن المسلسلات الجديدة في رمضان والرهان على الشباب اللي دايما بقت الشركة المتحدة بتاخده على عاتقها. هنشوف حاجات كتير خلال الحلقة بإذن الله. موضوعات كتير رائعة يا هدير، بدعوكم للمتابعة. بشكركم وبشكر كل صناع نشرة. شكرا يا هدير، وبالتوفيق. استأذنكم نبدأ حلقة.